في ختام جولتنا هنا في مدينة مورمانسك، مهم أن نتحدث عن الحياة التي يعيشها الناس هنا وأيضا الظواهر الطبيعية التي يشهدوها. كما تتابعون الآن في الصورة لا يزال هنالك ضوء رغم غروب الشمس منذ ساعة تقريبا، الساعة الآن 11:30 مساء ولا يزال هنالك ضوء في المكان، وهذا هو النهار في القطب الشمالي. النهار لا ينتهي خلال فصل الصيف، وأيضا من ضمن الظواهر هي ظاهرة شمس منتصف الليل. هذه الظاهرة تستطيع من خلالها أن ترى الشمس ظاهرة بكاملها في منتصف الليل وفي عدد من الأيام خلال فصل الصيف من آخر شهر مايو وحتى آخر شهر يوليو تستطيع أن ترى هذه الظاهرة، والعكس في الشتاء لا ترى الشمس أبدا خلال 40 يوم من أواخر ديسمبر وحتى أواخر شهر يناير، لا تستطيع أن ترى الشمس أبدا، ويعيش السكان هنا في ظلام دامس طوال هذه الأيام 40 يوم تقريبا. أيضا من ضمن الظواهر التي تحدث هنا ويأتي السياح من كافة أرجاء العالم لمشاهدتها ومتابعتها وتصويرها هو الشفق القطبي، مجموعة من الألوان الخلابة الرائعة، الأخضر الخافت مع اللون الأحمر، تظهر في السماء في الظلام الدامس في هذه الأوقات. ظواهر طبيعية فريدة من نوعها بالتأكيد تعيشها هنا مدينة مورمانسك.